أنا أتمهل لأجلك. لا تستطيعان التفوق علي بالتسلق. لا تستطيع الصيد إن لم تركه جيدا يا ماوكلي. لن تكون ذئبا مقتدرا ما لم تستطيع الصيد. ماوكلي أمي، ماذا تفعل عندك؟ ألست على موعد مع باجيرا؟ فعلا، لقد نسيت يا عزيزي. هل ازدادت قدرة ذاك الصبي على الركض الآن؟ تقريبا. أنا واثق من أنه سيصبح ذئبا قويا. يحتاج لبعض الوقت، هيا بنا. ذاك الطفل الصغير. هذا جرو بشر. أمقيم في الغابة؟ ليس خائفا أبدا. انظر، إنه يرضع من ثدي. يبدو أنه جائع. إنه شريخان، خذي الجروين للداخل. حاضر. لابد أن جرو البشر هنا يا ألكسندر، أعطيه إياه. هذه ليست أرض صيدك، هيا اذهب. أعطني جرو البشر. لا، لن أفعل. أتعارضني؟ أعطني جرو البشر، هذا قلت لك. أعطني جرو البشر يا ألكسندر. هذا الجرو أصبح فردا من أسرتي، لن أفعل. لقد كبر فعلا. حسنا، هذا هو. ألم أقل لك تمسك جيدا وأنت تتسلق الأشجار أيها الصغير؟ لكني لا أملك مخالبا قوية مثل مخالبك يا باجيرا. لن أقبل أعذارا، أهدر وقت ثمين من أجل تعليمك يا ماوكلي. إذن دعك من ذلك، سأتدرب وحدي. هاي ماوكلي، ماوكلي. ألو. يبدو أن مهمة المدرب صعبة جدا. لا أدربه رغبة في هذه المهمة. أعرف، ولكن لإصرار ماوكلي على تعلم الصيد. هاي ذاك الأحمق. انتبه. ليس شيئا. كا، هذا جيد لكنه خطر عليك يا ماوكلي. شكرا لك يا كا. إنك أحمق يا هذا. لما تجد نفسك إلى هذا الحد؟ لقد عهدت أبي بهذا. عهدت ألكسندر؟ بأن أكون ذئبا قديرا. ماذا؟ لكن ليس لهذا الحد. حاضر. باجيرا، لا يصح هكذا يا موكلي. إن باجيرا قلق جدا بشأنك، إنه يفعل هذا لأجلك. ماذا؟ أنا لست أعرف. أنا آسف يا باجيرا. حسنا. هاي يا صغير، سأضعف جهودي. لقد وعد ألكسندر بذلك. ماوكلي صار ذئبا قديرا وقويا، اعتني بلوري، انها امك. Thank you.
أمي، لم أجد ماوكلي. هذا سيء جدا. لقد أخبرته إن اجتماع الذئاب الشهري سيعقد هذه الليلة، لقد أكدت له ذلك. أبحث عنه ثانية؟ لا لا، بعد قليل سيتكلم كبيرنا. انتبهوا، لقد بدأ. أرغب في تحذيركم أن الشريخان قد عاود الظهور الآن بعد أن كان مختبئا في الآونة الأخيرة، والسبب أن القردة بدأت تتملقه ويستغل ذلك لتنفيذ مآربه. لذا احرصوا على عدم الذهاب إلى ضفة النهر الأخرى. ها؟ فعلتها ثانية؟ ماوكلي؟ أين أنت؟ آسف. ألم أنبهك مرارا في عدم التأخر عن الاجتماع؟ حقا، في الحقيقة كان القمر في غاية الجمال. لست مثلنا، هل يمكنك الركض مثلنا بسرعة؟ إن تأخرك عن الاجتماع دليلا على أنك لا تعي أنك ذئب مثلنا. كفاك ثرثرة يا لالا، كفاك ثرثرة. حقا ثرثرة. أنا أعارض أن يكون بشر صغير معنا في القطيع، إنه سيتعبنا كثيرا، إن البشر بشر والذئاب ذئاب. كفى يا لالا كفى، تذكري أن قطعنا عهدا لألكسندر. لقد كان ألكسندر بطلا دون شك، لكنه مات منذ زمن بعيد. كفى. لا مفر من أن ماوكلي جاء للاجتماع متأخرا. ماوكلي كفاك أعذارا، كفاك. أنا آسف يا أمي. تكلمت أكثر من اللازم يا لالا. أنت أيضا يا جدي. أنا لا يمكن أن أعتبرك ذئبا مثلنا أبدا. أمسكوا عجلا. لقد سار مع التيار لكن هو ما زال الدرب أمامه طويل جدا. تبا، انتظر، توقف توقف. لا لا، لقد اقتربت مني، ابتعد هيا. ما هذا؟ يتصور أحد أن هذا ابن البطل ألكسندر؟ يا لالا يا ماوكلي كفى، سيغضب كبيرنا. كف عن هذا يا ماوكلي. باجيرا، ألم أقول لكما ألا تتقاتلوا فيما بينكم؟ إنها غلطة لالا، لقد خطفت منا الطريدة. لقد لقنتكم درسا، الطريدة ليست لكم فقط، أفهمتم؟ كذابة. هذا يكفي، ألا تستحوا مني أيها الصغار؟ أكيلا، إني لا أحب التدخل، لكن هذه المرة ما رأيك بأن تختبر مقدرة ماوكلي بنفسك؟ أختبر مقدرته؟ اختبار مقدرتي؟ لا، ماوكلي غير مستعد الآن. باجيرا، كفاك تذمرا أيها الصغير. لكني غير جاهز. طبعا لن تمتحن لوحدك فقط، بل ومعك لالا أيضا. أنا أيضا؟ إذا كان ماوكلي قادرا على خوض الاختبار وتوانيت أنت، ستصامين بالعار. جدي، خذي قرارك بنفسك. ماذا قلت؟ فهمت. وأنت ماذا قلت؟ انتظر، سوف أتقدم للامتحان بدلا عن ماوكلي. لا يمكنك الاختباء خلف أخيك للأبد، أليس كذلك؟ لا، لكن ماوكلي، ألا يفترض أنك صرت ذئبا قادرا يا ماوكلي؟ أنا جاهز. نعم جاهز، نعم. أخفق ثانية. هل أنت بخير؟ غدا الاختبار، عليك أن تستعد. ربما كان علي ألا أتدخل أبدا. لا تقلق، علي مواجهة ذلك عاجلا أم آجلا. لكن عليك أن تصطاد بنفسك أرنبين وثلاثة طيور، لا تنسى ذلك يا ماوكلي. أعرف. كي تثبت وجودك في القطيع أولا وآخرا، لابد أن تكون قادرا على الصيد. إضافة لذلك، إذا نجحت فلن تضطر لتحمل لالا. وبعد ذلك لن أدعها تناديني بالبشر الصغير أبدا. نعم، هكذا يكون الذئب. دعها ترى إرادة ألكسندر القوية. نعم، سأبذل كل جهدي. لو نستطيع مد يد العون لك.
إن هذا ليس ممكنا، فالهدف إبراز قدرة ماوكلي يا أكرو. أعرف ذلك، ليتني أستطيع أن أعيره مخالبي وأنيابي. تبا. إني سعيد جدا بهذا، شكرا لعواطفكما الصادقة معي. ماوكلي، ألا تنام قليلا لترتاح؟ أمي، لماذا لا أملك أنيابا وأظافرا مثل أكرو وسورا؟ يا عزيزي، هل للأرانب أنياب؟ طبعا لا، فهي أرانب. وماذا عن الظباء؟ لا، لا يوجد. إذن من السهل الإمساك بهذه الحيوانات بسهولة. لا، فالظباء سريعة العدو جدا جدا، وإن اقتربت من أرنب فسيسمع الصوت ويهرب، وللذرابين رائحة منفرة لا تطاق أبدا أبدا. أجل، رغم أنها لا تملك أنيابا وأظافر، لكنها تملك شيئا ذا فائدة. إذن وأنت يا ماوكلي أيضا لديك ما ينفع، رغم أنك لا تملك أظافرا وأنيابا. بدون مخالب وأنياب؟ لا داعي للعجلة، فإنك سترى غدا هذا، وإن فشلت أمام لالا ستبقى ابن ألكسندر البطل القوي، رغم أنك بشر صغير، وستكون مثل ألكسندر بطلا قويا مثله تماما. أمي. أفهمتما؟ حين غروب الشمس وبدون مساعدة أحد، أرنبان وثلاثة طيور يجب إحضارها إلى هنا، وعندما يؤدي ماوكلي ذلك سيصبح واحدا منا فعلا. والآن هيا اذهبا. ماوكلي، إذن وأنت يا ماوكلي أيضا لديك ما ينفع، رغم أنك لا تملك أظافرا وأنيابا. لا فائدة يا أمي. أرنب آخر وأعود وأطرد ذاك البشر من قطيع الذئاب. أرنب أسود، إنه نادر. حسنا، هذا لي. ذئبة تائهة في أرض الصيد الخاصة بك.
ماذا تقول؟ نعم، على ضفة النهر حيث تكثر الطرائد هناك يا سيدي. يا لها من طائشة. هل شاهدت معها بشر صغير؟ بشر صغير؟ لا لم أرى. حسنا، لا عليك، سأجعل من البشر فداء للآخرين، وسأجعله عبرة لكل حيوانات الغابة. ماذا تنوي أن تفعل؟ كل عام في مثل هذا الوقت يزعجني جرحي. جرحك؟ ألكساندر. ماذا تريد يا شريخان؟ أحذركم لا تقربوا منطقة صيدي. كلا يا شريخان، هذه المنطقة مخصصة لنا، لا تحاول منعنا. حسنا يا ألكساندر، سأسحقك، اقترب مني. هيا ألكساندر. سيدي سوسارع. سوري. مجرد التفكير بهذا يزعجني. لا يمكننا تصور ما تفكرون به أنتم البشر. باجيرا، منذ متى أنت هنا؟ منذ البداية. كنت قلقا عليك باجيرا. لم تشعر بي، وهذا يدل على أنك تحتاج للتدرب. ما هذا؟ لقد غادر شريخان كهفة. حقا؟ أين ستهربين؟ غابت الشمس. يا كبيرنا، يا كبيرنا، ماذا وراك يا هذا؟ لا لا، توغلت في غابة شريخان. حمقى. فكرتك جيدة، لكن الوقت سرقك. أجل يا باجيرا، كما قالت أمي، لقد وجدت طريقة خاصة بي وأنا راض. إذا اضطررت لترك القطيع يوما، بإمكانك المجيء لبيتي متى شئت. ماوكلي، هذا إذا اضطررت للرحيل يوما. باجيرا. لا لا، إنه شريخان. هيا استسلمي، هيا. هذا الأوان. وجدتها، سأجرب هذا. صوب بإحكام. لا لا، انقذي بسرعة. أتجد السباحة؟ لقد أغمي عليها. ماذا تقول؟ حسنا. تباً سترون يا أوغاد. لقد فشلت في اختبار المقدرة يا سيدي. لا يا ماوكلي، لا، المخاطرة لإنقاذ رفيقتك دليل أكيد على انتمائك لقطيع الذئاب. حقا يا كبيرنا ماوكلي. أنا سعيد. لا لا، كوني حذرة.